تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل إدخال هذه المساعدات على جانبي الطرق في أهل عريش ورفح إلى الأشقاء الفلسطينيين في رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة بشكل عام، لكن تعنت قوات الاحتلال وعرقلة دخول هذه المساعدات أدى إلى اصطفاف هذه الشاحنات على يسار ويمين الطرق في مدينتي العريش ورفح المصرية، ويمنع دخول هذه المساعدات، مما أدى إلى وصول المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة إلى حافة المجاعة. وهذا ما قد أعلنت عنه من قبل الأمم المتحدة، أن بالفعل بعض الأطفال، وأيضا اليونسكو كانت قد تحدثت واليونيسيف أن بعض الأطفال بالفعل يعني توفوا جراء نقص الأغذية ونقص الأطعمة في شمال قطاع غزة. لكن ها هي على جانبي الطرق تنطلق إلى معبر رفح المصري، وتعبر عبر معبر رفح المصري في اتجاه معبر كرم أبو سالم، ولكن توقفها قوات الاحتلال من ناحية معبر كرم أبو سالم، أو حتى بعد أن حرقت قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني أو بوابة معبر رفح الفلسطيني، تعرقل الدخول من ناحية معبر كرم أبو سالم إما بالقصف المستمر والاشتباكات بجانب كرم أبو سالم، وتتحجج بعدم دخول هذه المساعدات جراء هذا القصف، أو في بعض الأحيان تتحجج لأسباب أخرى. لكن في كل الأحوال يأتي هذا ضمن الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا لا يقتصر فقط على الأطعمة، ولكن أيضا هناك المستلزمات الطبية التي تمنعها قوات الاحتلال، مما أدى لخروج 85% من المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة تماما ورفح الفلسطينية. ربما أيضا المواد البترولية التي لا تدخل إلى قطاع غزة تؤدي أيضا إلى توقف المستشفيات وتوقف محطات الطاقة، وبعد أن تدمرت أكثر من 70% من البنية التحتية لقطاع غزة، إلا أن المجهودات المصرية لا تتوقف من أجل إدخال هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة بشكل عام من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.